صحيحكم، معاكم عمر حسين من موقع فارماكوجون. النهارده حبيت اكلمكم عن حاجه بدات الاحظ انها تبقى ترند، وهو الدوتاسترايد ميزوسيرابي او حقن الدوتاسترايد، والشهيره بين مراكز التجميل او عيادات الميزوسيرابي. فتعالى كده اقول لك، هل الدوتاسترايد ميزوسيرابي الحاجه الامنه والذكيه او الخيار الذكي انك تواجه الصلع الوراثي زي ما الدكاتره دي بتقول، وبديل افضل من الادويه المصرحه من الاف دي اي ولا لا؟ اولا، زي ما احنا كلنا عارفين، فالصلع الوراثي بيتم بواسطه الاندروجينز وخاصه هرمون الدي اتش تي، والادويه المصرحه لعلاج الصلع الوراثي هم اتنين، يا اما الفيناسترايد اللي بيمنع انزيم الفايف الفا ريدكتيز من النوع الثاني، وبالتالي بيمنع تحويل التستوستيرون للدي اتش تي، وبالتالي بيقلل رتم الصلع الوراثي وبيخلي الناس تحافظ على شعرها، او حتى بيكون حجر الاساس في اي بروتوكول عكس الصلع الوراثي. وتاني دواء مصرح من الاف دي اي هو المينوكسيديل بتركيزين 2% و5%. طبعا في بلدان زي كوريا واليابان مصرح فيهم استخدام حاجه اسمها الدوتاسترايد بجرعه نص مللي جرام يوميا لعلاج الصلع الوراثي، والدوتاسترايد اثبت ان هو كعلاج اقوى من الفيناسترايد، والناس مثلا اللي استخدمت الفيناسترايد لمده سنه وبعدها ما لقتش نتيجه مرضيه منه، فلما تبتدي تستخدم الدوتاسترايد فبتلاحظ نتيجه مرضيه جدا من استخدامه. وتفوق الدوتاسترايد على الفيناسترايد بيرجع ان الدوتاسترايد دواء اقوى من الفيناسترايد في منع الانزيم 5 الفا ريدكتيز من النوع الثاني، وبيؤدي ان انت بتقلل نسبه الدي اتش تي فيما يقارب حوالي 98%، فحرفيا هينسف الدي اتش تي من جسمك كله. بس القوه المفروضه للدوتاسترايد مقارنه بالفيناسترايد بتيجي برضو بعيوب، والعيوب او الحاجات اللي تخلي اي حد ما يبتديش يستخدم دوتاسترايد بدل الفيناسترايد، ان اول حاجه ان الهاف لايف او العمر النصفي للدوتاسترايد طويل جدا، من 4 لـ5 اسابيع، فانت لو خدته وللاسف طلعت من الفئه من الناس اللي مش محظوظه وبتعاني من اعراض جانبيه من استخدام ادويه ال 5 الفا ريدكتيز، فتوقع ان الاعراض الجانبيه دي ممكن تفضل معاك فتره طويله، عكس الفيناسترايد ان الهاف لايف بتاعه حوالي 6 ل 8 ساعات وبيخرج من جسمك في خلال اسبوع. تاني عيب برضه في الدوتاسترايد ان انت ما تقدرش تتحكم في الجرعه بتاعتك، ان هو بيجي على هيئه كبسولات جيلاتين نص مللي جرام، فانت ما تقدرش مثلا انك تقسم الحبايه عكس البروسكار اللي انت ممكن تقسم الحبايه لو انت بيجيلك اعراض جانبيه من ربع حبايه ممكن تقسمها لحد سدس طن، هو بتبقى اصعب والباودر بيبتدي يتفتت، بس برضه في ناس بتعمل كده وبتاخد اللي هو الفوتيت ده وبرضه بيلاقوا نتيجه، وده لان الدواء فعال من اول جرعه 2 من 10 مللي جرام، وجرعه 1 مللي جرام هي الجرعه المصرحه من الاف دي اي لعلاج الصلع الوراثي. وتالت عيب للدوتاسترايد ان مفيش دراسه على المدى الطويل بتدعم كفاءته، او ان هو مفيش اعراض جانبيه بتظهر بعد فتره من استخدامه، عكس الفينسترايد اللي فيه دراسه على مدار 10 سنين بتبين مدى كفاءه وامان الدواء. كل الحاجات دي بتخليني ان اي حد بيجي يقول لي استخدم الفينسترايد ولا دوتاسترايد، فانا برشح له بصراحه الفينسترايد في الاول، وان هو يستخدمه سنه، ولو ما لقاش منه نتيجه فهو ممكن وقتها يلجا للحل الاقوى وهو الدوتاسترايد. بس في فئه من الناس على الرغم من امان وفعاليه ادويه ال 5 الفا ريدكتيز، فهم مثلا يكونوا قروا قصص رعب على النت من استخدامهم، او حتى مش حابين فكره ان هم يستخدموه بصوره فمويه ويخش في السيستميك سيركيليشن، وحابين مثلا حاجه موضعيه ان هي تتعامل مع الاندروجينز او الدي اتش تي بصوره لوكالايز او موضعيه من غير الاعراض الجانبيه الداخليه. فاول حاجه تيجي في البال الفينسترايد الموضعي، واللي كنت اتكلمت عليه قبل كده في فيديو، بس للاسف الفينسترايد الموضعي برضه في فرصه اعراض جانبيه لانه برضه بيخش في السيستميك سيركيليشن، هو بنسبه اقل من الفينسترايد الفموي، بس الفكره برضه ان هو قادر على تقليل نسبه الدي اتش تي في السيروم. بس لما نيجي نتكلم عن الدوتاسترايد، فلحد دلوقتي الدراسات بينت ان الدوتاسترايد قادر ان تاثيره الموضعي يكون قوي جدا، وان هو ما يخشش في السيستميك سيركيليشن وما يقللش نسبه الدي اتش تي في السيروم. طبعا في نظريات كتيره حوالين ليه الدوتاسترايد ما بيخشش في السيستميك سيركيليشن عكس الفينسترايد، زي ان الدوتاسترايد الموليكولار ويت او كتلته الجزيئيه اعلى من 500 دالتون، فده مش بيسمح له ان هو يخش في السيروم. بس طبعا قاعده دالتون دي ليها شواذ كتيره، وما تتوقعش مثلا بسبب ان في ناس كتيره جربت الميزوسيرابي وما جابلهمش اعراض جانبيه ان كل الناس مش هيجيلها اعراض جانبيه، لان احنا هنحتاج دراسه على المدى الطويل عشان نحدد هل فعلا الدوتاسترايد غير قادر نهائيا على الدخول في السيستميك سيركيليشن ولا لا. بس لحد دلوقتي الدراسات مبشره جدا، والدراسات اللي تمت على مجموعات صغيره من البشر لقت ان الدوتاسترايد ميزوسيرابي او الحقن فعاله جدا في علاج الصلع الوراثي، وممكن تكون اداه كويسه، بس الفكره كلها ان هي نتائجها مش هتقارن حتى بنتائج الدوتاسترايد الفموي. بس الدوتاسترايد ميزوسيرابي بيجي برضو بعيوب كتيره، وانا شايف ان انا هحطه في ركن الحاجات اللي هو هو فعال ممكن يكون ليه فايده بس انا ما انصحش بيه، وده لكذا حاجه. اول حاجه، قرار او انت هتروح المركز
كم مره في الاسبوع عشان يحقن لك الدوتاسترويد، غير معروف لحد دلوقتي. في مراكز مثلا بتحقن مره في الاسبوع، او مثلا يبتدي ان هو يحقن لك مرتين في الاسبوع، وبعدها مره في الاسبوع، وبعدها مره كل 3 شهور بالتدريج. كل مركز وليه طريقته، بس لحد دلوقتي مفيش طريقه مثبت ان هي الاكثر فعاليه، فما نقدرش نحدد. تاني حاجه، تكلفه الدوتاسترويد الميزوثيرابي غاليه جدا. غير كده، مراكز الميزوثيرابي هتحاول تبيع لك جلسات بلازما تانية، او ان هو يركب لك في الدوتاسترويد شويه فيتامينات وحاجات كده، ويحاول يزود لك التكلفه عليك. وهتلاقي مثلا ان انت داخل في شهريا مثلا بتدفع لك 1000 2000 جنيه، عكس مثلا العلاجات التانية اللي انا كنت اتكلمت عليها، سواء الفينوسترويد او المينوكسيديل، اللي حرفيا مش هيكلفوك 60 جنيه في الشهر. وتالت عيب برضو ان انت هتضطر تلتزم مع عياده. انت مثلا ممكن لو التزمت مع عياده وحصل اي مشكله معاك ومع العياده دي، وحابب تغير لعياده تانية، فالعياده التانية مش لازم هتلاقي عندها دوتاسترويد برضو، او ان هما بيستخدموه بطريقه تانية، فانت ممكن تلاقي اختلاف في النتائج بين المراكز. رابع حاجه، صعوبه العثور عليه اصلا، يعني مش كل الناس عندها دوتاسترويد ميزوثيرابي. في ناس تانية برضو انا بلاحظ في مراكز الميزوثيرابي ان ما عندهمش اي مصداقية نهائيا، يعني ممكن يقول له اه هحقن لك دوتاسترويد ميزوثيرابي، وفي الاخر يحقن له كوكتيل فيتامينات وخلاص. فلا، فانت لو هتستخدم على الاقل حاجة دوتاسترويد ميزوثيرابي، فالجأ لمركز مضمون وانت ضامنه. خامس حاجة، وان على الرغم ان في دراسات قليلة تمت على الميزوثيرابي، بس لما هما كانوا بيعملوا الدراسات دي، ففي ناس كانت بتخرج من التجربة بسبب الالم اللي بيحصل من الشكة او من الحقنة ذات نفسها. فبرضه توقع لو انت هتروح تعمل ميزو سيرابي دوتاسترايد، فانت ممكن تتوقع حاجات زي الحكه، احمرار، ان الحقنه توجعك، بين الحاجات دي كلها. طب انا شايف الدوتاسترايد ميزو سيرابي يتحط فين في بروتوكول علاج الصلع الوراثي؟ نفترض دلوقتي انت شخص عندك صلع وراثي، فانا اول خطوه تلجا ليها هي الفينسترايد الفموي، وده بسبب اسباب كتيره، ان هو الارخص، الاكثر فعاليه، الاعراض الجانبيه معروفه ويمكن التحكم بيها، المتوفر بصورة كبيرة جدا. كل الحاجات دي تخليك تلجأ للفينسترويد الفموي. نفترض دلوقتي ان انت استخدمت الفينسترويد الفموي وبعدها جاب لك اعراض جانبية، فانت ممكن تلجأ للفينسترويد الموضعي. طب نفترض ان انت استخدمت بقى الفينسترويد الفموي بس النتيجة مش مرضية، وعايز تبتدي تستخدم الدوتاسترويد، بس بسبب ان العمر النصفي بتاع الدوتاسترويد كبير، فانت مش عايز تبتدي تستخدمه، وعايز مثلا تجربه بصورة لوكالايزد الاول، فانت ممكن تلجأ للدوتاسترويد ميزوثيرابي حل موضعي. بس من حيث العملية والفعالية والجرعة والدراسات والامان، كل الكلام ده، فالدوتاسترويد ميزوثيرابي في علامات استفهام كتيره جدا حواليه. وبالنسبه بقى للمراكز الميزوثيرابي اللي عصبوني شويه، اللي هو بيحاول يروج للدوتاسترويد ميزوثيرابي بالطريقه دي، انت هتروح هيقوم قايل لك اه في علاجات مصرحه من الاف دي اي لعلاج الصلع الوراثي اللي هي الفينسترويد والمينوكسيديل، بس لا، الفينسترويد وحش وليه اعراض جانبيه كتيره وبلا بلا بلا ومش عارف ايه، والمينوكسيديل لا، المينوكسيديل هيوقع لك شعرك وهتستخدمه، بس في الدوتاسترويد ميزوثيرابي ده الحل الامن والفعال والاكثر فعاليه، ونحط لك شويه جروس فاكتور ومش عارف ايه وبلا بلا بلا، كل الكلام ده. في الاول وفي الاخر، اللي هو الكوكتيل اللي بيحاول يبيعه لك ده، هتلاقي نفسك دافع 5000 6000 7000 جنيه في النتيجه ضعيفه جدا، ما تجيش حاجه مثلا جنب النتائج اللي بتيجي من الفينسترويد والمينوكسيديل الكومبو ده، على ايه؟ على ان انت مقتنع ان انت كده بتاخد الخيار الاذكى او الاكثر فعاليه، او ان هو انت كده بتقلل فرصه الاعراض الجانبيه. فلا، ما تنخدعش بالحاجات دي. ولو انت زي حالاتي اللي دايما اختياراتك للادويه بتكون مبنيه على الموست افكتيف او الاكثر فعاليه، والسعر مقابل القيمه اللي بيقدمها عالي جدا، غير كده الاعراض الجانبيه بتاعته معروفه ومسجله، بس كده ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك وشير وفعل الجرس، وتابع انستجرام فيسبوك تيك توك، شوف الموقع الالكتروني لو حابب تشارك ومتابعه الكترونيه، اشوفكم في الفيديوهات الجايه.